لكن خلونا نحكي حدوتة حلوة قوي، حدوتة عن جامعة المنصورة اللي اتبنت من 50 سنة، نص قرن. جامعة المنصورة عملت مئات قل آلاف الإنجازات، عشرات الآلاف من الخريجين، علماء كبار قوي 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 في جامعة المنصورة. يعني أنا دايما بصراحة من الناس، أول ما نقول جامعة المنصورة فعلى طول أفتكر مركز الكلى في المنصورة اللي أسسه الدكتور محمد غنيم، ربنا يا رب يديله الصحة دايما ويفضل كده ينير حياتنا بقلبه العظيم وبعقله العظيم جدا. وغير كده دكاترة وأساتذة وعلماء وباحثين في كل مجال. المنصورة أو جامعة المنصورة قدرت في 50 سنة أنها تبقى واحدة من منارات العلم حقيقي. يعني 50 سنة عدوا على جامعة المنصورة، عقبال ما يبقوا 500 سنة إن شاء الله من الأفضل إلى الأفضل تتوج النهاردة. الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة يدشن اليوبيل الذهبي لجامعة أو جامعة ومنارة المنصورة. شوفوا التقرير. يمكن احنا اخترنا يعني سلوجن للاحتفالية اللي هي التاريخ العريق والمستقبل الواعد، لأن التاريخ وكيفية الإنشاء الجامعة وقد إيه أهل الدهلية ساهموا في هذه الإنشاءات يمكن من سنة 50 مش من سنة 62 لما بدأت كلية الطب. فعشان كده قلنا هذا التاريخ، التاريخ ده على مر الزمن يعني في ال50 سنة اللي فاتت ده كان ليها كان في محطات كثيرة مشرقة ساعدت على ان الجامعة توصل لهذا المحل. طب المنصورة من اوائل كليات الطب اللي اتعملت في مصر عندنا، واحنا النهاردة مش جايين بس نحتفل بكلية او كده، احنا جايين نحتفل بجامعة المنصورة. جامعة المنصورة مش بتصنف بس من المراكز الاولى على مستوى مصر، لا هي بتصنف على المستوى العالمي، بالذات في اخر سنتين او اخر سنين احنا بنزيد او زدنا زياده عالميه رهيبه، بقينا وسط 500 من افضل 500 جامعه على مستوى العالم، وفي اخر سنتين بقينا كمان بننافس على افضل 100 جامعه على مستوى العالم كله مش مجرد مصر. الحقيقه احنا هنا كطلاب دراسات عليا في جامعه المنصوره بيبقى متوفر لينا بالتحديد كمان قسم اعلام، ان انا متوفر ليا ان انا اروح اعلام القاهره، اعلام اسكندريه. الدكاتره طبعا في تعاون وفي تنسيق مستمر، يعني زي ما الفيلم عرض ان جامعه المنصوره حققت حاجات كتير في دراسات العليا، عدد خريجي الماجستير واللي حصلوا على درجه الماجستير وكمان اللي حصلوا على درجه الدكتوراه. الجامعه مش ان انت تنزل من البيت تروح المحاضره وترجع تاني، لا، الجامعه واسعه جدا. اوعى 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 تضيع سنين حياتك، ال4 سنين دول اهم فتره في حياتك في ان انت تروح تحضر محاضرات بس وتعرف حاجات اكاديميه وتروح تاني. اقرا كتير، اتعلم كتير، لف الجامعه، شوف الكليات مكانها، اتعرف على الناس على ناس كتير، وحاول ان انت تتعرف كمان على الوافدين، لان اختلاف الثقافات ده هيعرف ان هو يعملك شك كده في دماغك علشان تعرف ان انت تفهم الناس وتفهم العالم أكتر.